مس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد او الموسم الجديد اللي عارضوا عليها الكلام. انا بالي بلي توحشتونا. موسم جديد ولي كونديدا من كل جهه، والعدد الاول تاع هذا الموسم راح يدينا القسنطينة، بلاد الدين والعلماء اللي زارك بلندما، ناس الذكر والفهامة، من بن باديس للعلماء. هذا الاسبوع شكون من ابتهال؟ ايمان، جهيدة، دليلة. في نهاية الأسبوع واحدة فيهم راح تكون عندها عرضة وعليها الكلام. واليوم أنا معروضين عند نوتخ تخوازيام كونديدات اللي هي جهيدة. معاكم فلاحي جهيدة، 27 سنة، من ولاية قسنطينة، اختصاص حلويات تقليدية وعصرية. نحب الكوزينة بزاف، عندي موهبة في الطبخ، نحب الكوزينة ونميل بزاف للطبخ التقليدي. شاركت في عرضة وعليها الكلام، حابة نتعرف، نزيد نعرف، نقول حنايا نعرف الطبخ مليح، نحب نزيد نعرف ناس جدد، نعرف دي زاستوس جدد. مرحبا بكم اليوم في حصة عرضة وعليها الكلام. رانا اليوم راني نستنى في ضيافي ان شاء الله، وراني موجدة تسلم اطباق تقليديه، وراني راح نبدا بالجاري الابيض. اليوم في لونطري جهيده راح توجد لنا شوربه بيضاء بالفرميساله وثوم وكرافس وفلفل الابيض وملح. انا عجبتني هاد لا روسيت. ايه وشنو ثاني؟ خليهم يتقلاو على نار هاديه حتى تدخل واحد الماكسيموم 10 دقائق، خليوها تتقلى مليح في عقلها، ومن بعد نزيد نحط معاها اللحم، يتقلاو مليح. كي يتقلاو لنا مليح مع اللحم، نحطو مقدور من البصله. هذه قعدت معها ساعه. باقله خلي غير نقص البصله ونخليها تتمرق ان شاء الله، ونفوتوا الحاجه خلاف ان شاء الله. كي تتقلى لنا المرقه نزيدو مع اللحم نلوحو. كي يطيب لنا اللحم نحتاجو مقدور من الدويده، نعطيكم برك المقدور. مازالها مع البصل؟ واش اليوم العالمي للبصله؟ لي مصباح هم يسمعوا في الدويده وما عرفوش شنو هي، بانت باللي هي الفرميسال. يا خلاص، واش سباغيتي؟ لا صح بزاف. ها هي نقديها الماء، هذه الكميه اللي نحتاجوها. ما بقى عليا غير نحط المرقه تقلى لنا. والله رعيت من البصله. لي كونديدات في الطريق، وبيان سور ما على بالهمش واش كاين في المنيو. اليوم رانا رايحين عند خوتنا جهيده، انا حابين نعرفوا واش جدت لنا وحابين ندوقوا ماكلتها. الله يبارك منا، راني نشم في الريحه. انا راهي واجده، راهي طابت الدويده تاعنا. هي سخونه شويه، نروح نجيو نقدموها. دويده سخونه بصح مازال مخصوصه. مازال تزيد لها لي زوبسيون. بعد ما قلينا المرقه تاعنا، قلينا البصله والمعدن والكرافس والفلفل الابيض والملح والزيت والزبده، رانا دركا رايحين زدنا حطينا معاها اللحم ويتقلاو مليح مع بعضهم. كي طابو لنا نحيناهم وخليناها تزيد تختار لنا مليح، تزيد طيب. ومن بعد لحنا دويده، كي اختارت لنا المرقه لحنا دويده، وزدنا حطينا معاها الكفته رحنا درنا اللحم مفروم، درنا معاها بصله مربيه وشويه ثوم شويه معدنوس وشويه فلفل الكحل وشويه ملح. ما بقى عليا غير نسربي لضيافي دوك يجيوني. نحطوا معاها زوج طرف اللحم، زوج طرف الدجاج، زوج طرف اللحم. طابوا معانا في المرقه، كي طابوا نحيناهم وصفيناها. انا من المستحسن نحب اللحم تاع الخروف، يعجبني اللحم تاع الخروف خير من اللحم تاع البقري. اللحم تاع البقري خليها تلون. وكان اللحم والدجاج طابوا معاها وخلاص. هي تعرف.
درك راني كملت الطبق تاعي، درك نزيد نكمل ديكري نكمل اطباق اللي بقاو لي ونتسناوني في لونطري. راهي واجده ولي كانديدات مازالهم مع اللغز. راهي خلات لنا بريا وتقول روحي المرسول ودي خباري اطباق صبحه العروسه من دويده وحب السبول نبدا بافكاري. هادي راهي تهدر، هاد الهضره راهي على 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 سبكري، على على سطنطينه، على الجاري الابيض، على الرفيس. يا درا واش راهي محضرت لنا؟ رانا رايحين نشوفوها. راهي طابت لنا، طاب لنا طاجين شوا تاعنا. هاد الخرجه ما كناش نستناو فيها. كيف هادي طاجين شوا؟ لازم تفهمينا في هاد الحكايه. هذا طاجين شوا قسنطيني، رانا خليناه طاب لنا، اختارنا مليح، طيبنا الجاج، طيبنا اللحم، طيبناه مليح والجاج. من بعد حكمنا قلينا الجاج، وراني دركا نحضر الطبق تاعي. الشوا راهو باين بصح كيفاش حكيت الطاجين؟ قلينا الطاجين شوا تاعنا، قليناه مليح بالبصله والثوم والفلفل الابيض والزبده، خليناهم تقلاو مليح، كي والمعدنوس، كي الكرافس، كي نحيه كي تقلاو لنا مليح مع اللحم والدجاج، حكمنا قليناه مليح ومرقناهم وخليناهم يطيبوا مليح. كي طاب لنا اللحم تاعنا والدجاج نحيناهم وحكمنا داوينا الكفته تاعنا. كي داوينا الكفته تاعنا، داوينا الكفته بالبصله، بصله رابي وثوم وفلفل الكحل ودبشه ومعدنوس. دركا راني رايحه نسربي ضيافي، راهم يستناو فيا. دركا مبقى لي غير نوجد رفيس والديسير تاعي. يا ربي نزرب، راه عليا الحال مبقى عليا غير نكمل. امل والجماعه راهم فاقوا لنا هكذا على حساب باي قالت لنا دويده. نورمالمون جاري دويده مدام صبحه العروسه راهم يديروا جاري دويده مع خبز الدار، مع تاني الجاج يكون محمر. انا نخمم انها دارت لنا جاري بيض، وفي صبحه العروسه يا مشلوش يا رفيس حاجه كيما هكا. جهيده قال لك تجبد هاد القصعه مره في 4 سنين. الله يبارك تما اليوم افير رفيس. دوك تشوفوا معايا المقادير. نحتاجوا دقيق، نحتاجوا 3 كيلات دقيق مع كيلة نص، انا ندير نص زبده، نص سمن ونص زيت. نبسوهم مليح، خلطوهم مع بعضهم حتى يدخل. كي تبسو مليح نزيد مغرف ملح، ومن بعد نبل بالماء ورد. نبلو شويه بالماء ورد، كي تبل لنا بالماء ورد نزيدو الولي ونبلوه بالماء حتى يولي لنا عجينه. كي يولي لنا عجينه نحكمو نسطحوه في البلاطو تاعنا ونخليوه يطيب. قبل ما نحطوه يطيب نقسموه، لازم نقسموه باش يدخلو الطياب، ونحطوه في الفور على 200-220 درجة. ملي نشوفوه حما نطفيو عليه. السمن تاعنا دركا واجدة، نحكمو كيلو تاع السمن والزيت، ونبسوها مليح ونزيدو الملح ونبلو بالماء ورد والماء. ديرو نص كيلا سمن ونص كيلا زيت، ومن بعد نحطوهم يطيبو على 220 درجة كي يحمر النحيم. اختي جهيده ان شاء الله تكوني لحقتي مع الكوزينه وكفاك الوقت، انا جايينك. سي بون في ساعي واجد دركا، نروح دركا للديسير. الديسير درت لضيافي لاموس دو كيوي، درتها بنشا والجي والسكر، وكي اختارت لنا طلعت معها شويه شانتي وطلعت درت طبقه تاع جو. راكم سمعتوا الديسير طبقه وجاي خضر، شغل قلت لها عجيبه. لا لا هذه لاموس دو كيوي. جهيده اليوم راهي كي المايسترو ما بين الرفيس والديسير. بول بول الله يبارك.
راني راح نديكوريه باش نوجدوا لضيافي، راهم يسناو متشوقين يشوفوا التقليدي تاعي. نديكوريه بالجوز مدشش والزبده وسكر كلاصي. جاب لي ربي بزاف السكر. تاكل هذا الرفيس يخرج لك الديابيت اون بيرسون، يقول لك عايز قهوه. راهو بالجوز يعطي بنه مليحه. راني ندير زبده. ايه الدهان كوليسترول يبعث لك في ميسنجر. نزيد لها حبيبات جوز. جاهده مازالها مع الدغيساج، مي فو با تنساي بلي ما بقاش بزاف الوقت. سي بون راني كملت، نزيد نكمل. يعطيك الصحة جهيدة، فريناها مع المنيو ولي كونديدات ماهوش بعيدة. يا درا واش جات لنا في عرضها ولي هالكلام؟ على حسب الرسالة تاعها اللي تبان دايره حاجة تقليدية. إن شاء الله تكون ما غلبتش برك، أنا وياك البارح غلبنا. فيها جايين جهيدة. أنا جايين كنا نستنى واش درتي لنا. ما نكذبوش على روحنا، المنيو تاع اليوم نقدروا نقولوا بلي ثقيل، واش من لحم واش من دجاج، سونز اوبليي الرفيس السكري، وممكن يعجبهم. هذا واش راح نديكوفريو. الحمد لله كملت الطابله تاعي، خلصت الميني تاعي، ان شاء الله دوك يجيو ضيافي يا ميسام جايين، وان شاء الله تعجبهم طيابي. يا ربي ان شاء الله يعجبهم طيابي ان شاء الله. انا راح نستنى ضيافي هيا بعد ان شاء الله. السلام عليكم، مشاركة جهيدة معليك شما. مرحبا بكم، خبز الدار. نو كانديدات غير شافوا لونطري فرحوا، شريبه بيضاء سون زوبليي دويدات. زين شتيها مع جاري الابيض جاري تاع العراسه يصبح حيه العراسه. شتيها سنطينا تاع بكري تقاليد تاعنا ناكلوه ديما نديروه. كي نقول حنا صحيح نقول حنا عاده تاعنا، نقول حنا صباح صباح العراسه نديروه مع خبز الدار. يعطيك الصحه يعطيك الصحه الله يسلمك الصحه. قد ما نقولوا على جال هاد شريبة جاهدة قعدت قريب ساعة مع البصل. إن شاء الله برك بابوريا. بابو كيفه؟ زيد فضلك إن شاء الله تعجبكم ماكلتي. إن شاء الله دوك ندوقو ونقولو الكل إن شاء الله. خفيف صحتكم الله يسلمك. لي عجبتي الله يبارك حطيتي لنا شوي قارص برك. نبداو بدليله، واش رايك؟ جالي مليح، دارت برك حاجه وحده توم لابيون داشي برك، هذا هو الشيء اللي فيه بنين مليح لاباس عليه. كيفاه داويتيه الجالي الابيض؟ بالبصله قصيت، انا ما شتيش نعطيها، قصيت البصله والثوم والفلفل الابيض والماء والكرافس، حطيت الملح والزبده، حطيت مع الملحم تاع الخروف. انا نشتي الخروف البقريه هذا اللي تقليده. اها البقري يدير الكحوله تقليده تشوفها البقري كاينه. وحكمت خليت تقلى مليح حكا شويه، ومن بعد وليت مرقته، خليت حتى نطاب اللحم، نحيت اللحم تاعي. ايمان واش رايك في لونطري؟ والجواب راح يكون بالتفاصيل. كان مليح وشوى شويه فيه عندي دي رمارك. اول حاجه لي بولات تاع الفيون داشي ما يدارش فيهم الثوم خلاص، مخصوص شويه قارص نورمالمون دواه باباه القارص، ما عجبنيش بزاف بزاف. ولا ما صفيتيش الجاي الابيض؟ صافي مصفي. صافي هي مصفي. في الفيون داشي ما تزيدش ديري الثوم. الثوم هي جات قويه. الثوم جات قاصحه. الفيون داشي ما نديروش فيها الثوم. الفيون داشي ديري فيها الثوم. سالي بنين على كيف الثوم ما تزيدش الثوم. برك. يعطيك الصحة. ابتهال بكل روح رياضية.
الجاري انا عجبني، جاب مليح بنين، شويه مالح بصح تجوز نورمال الملح ويفوت. خبز الدار كيفاش درتيه؟ تاع الفرينه، تاع الفرينه وسمير كاينه كاينه جا خفيف فيها الصحه. الله يسلمك، خبز المزهر كي شهي المزهر. هذوك ماذا بينا الحاجه اللي موراها ماشي ربحنا ماشي صراحه. مالوغوزمون جهيده غلطت، دارت التوم في الفيون داشي ومع المرقه البيضاء ساكول با ساكول. الله يسلمك. وقتها لو بلا برينسيبال الواعر. سامحينا في ادابك. اسمع تاعكم راحه تقوليش حتى طاحكني عرضتكم وانتم هكا تعطيوني رايكم. تعطيوني رايكم في التقليدي تاع قسنطينه ان شاء الله. التوم بالفيون داشي دارها بينا في لونطخي. اه بصح دوك الهضره بصحتكم. زول والله قاعد يزول بصح. الجو هذا اللي قدامي نقدر نشوف فيه حكي لنا عليه كيف درتيه؟ المخيط ولا مخيط مع الضيف؟ مخيط مع الضيف. واش درتي فيه لي زانغريديون؟ درت البو تاع تاع النعناع، مرقه مشوي ومعها جو يديروه في رمضان في كوكب المريخ. لا باتارون تاع النعناع ولا باتارون تاع ما تفهمو خضر ما تفهمو زرق. نقدروا نقولوا بلي هذا الجو راح يزعج بزاف لي كانديدات. وايمانه يزعفت الجو ما عجبنيش، خلطت دو غو مع بعضهم ما جاوش خارجين على بعضهم. درت لنا لا باتارون تاع النعناع والشوينغو ما جاوش خلاص مع بعضهم، جات مراره ما عجبنيش كومبليتوم. جهيده حبت تدير موخيتو مالديف وفينالمون خرج موخيتو ديسبونسير. باش ايه نقول لك سوحيت بحاجه باش نقول لك حنا نجيك ما تجيكش. واش رايك ابتهال؟ جو درت لنا موخيتو، موخيتو تاعها شويه كثرت له سيترون، جاني شويه حامض. احكي لنا على طاجين الشوا شويه. او الكفته تاعك واش رايكم نتوما؟ بنينه خفيفه مليحه كفته. تاتا دليله ما عندها حتى مشكل مع الطبق الرئيسي. مليح جايز بنين. طاجين شنو كدرتيه؟ درتو بمرقه بيضاء. حطيت انا ما شتيش البصله مراتي يعني شتيها مقطعه ومن بعد نصفيها. خدي اللحم يطيب وبالجاج ونشتي نحيسه ونشتي الدجاج نشتي نقليه تحمرين. ما من اللحم تقدري تحمري الحم هي الحم تاعي تحمري هي تحمر ايمان. واش رايك في البلا برينسيبال؟ طاجين الشوا اللحم تاعو كان ناقص طياب، نورمالمون تاني تحمرو، الجاج سافا، لي بولات ملاح ما عليهمش. شوفي اللحم كي تقليه حطيه على بابيو افون ينشف من الزيت هذاك وعاودي ارميه لاصوص تدخل هذيك المرقه يطلع ما يبقاش يابس. عجبني بنين، ما عندي ما نقول فيه. هاني دوكا راني نستناو في اللي وراها، انا حابين نشوفو كاين. بعد الجو الازرق راه جاي الديسير الاخضر. هيا تفضلوا راني جبت لكم رفيق. صحة شهيتينا. الله يسلمك، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. لو ديسير طبقات طبقات بالكيوي سونز اوبليي رفيس الواعر بصحتكم. شربوا بن شربوا بالبن. اش نسرب لكم كامل البن؟ البن شويه عطيني كاسك. اي عطاك بداي بطاطا هي ربي يعيشك. راي ماشي البن لا البن سيبا سيبا تعيشك يعيشك ديك الصحة. احكي لنا رفيز دوكا كيفاه درتي؟ بداي من الاول للاخر بالديتاي. بالديتاي بديت بالدقيق 3 كيلات دقيق، بديت نديرو 3 كيلات دقيق خشين وكيله نقسموها على النص، قسمتها على النص، نص مارغرين نص سمن ونص زيت ونخلط نبقى نبسس مليح كي يدخلوا مع بعضهم، نزيدهم شويه ملح ونبلبل بالماء ورد ومن بعد نزيد كي نشوف هاد دارت شويه نزيد نولي. كي العاده نبداو بدليله. واش رايك في الرفيس؟ الرفيس سقاتو بزاف، سقاتو ما يجيش مسقي بزاف برك، هادي هي الحاجه اللي فيها. اها نبدا نرش هكا فريش رشي برك. هي نرش برك الماء ورد هو الورد في العقده. فيه تم الورد يبان. تم الورد يبان ما يروحلكش مع التفوار كل يبقى الورد كاينه. هاي هذه ما نعرفهاش. يعطيك الصحه. ايمان ابتهال واش رايكم؟ رفيس
عجبني تري بيان، يعطيها الصحه. جا مشرب ماهوش حلو تري تري بيان، يعطيها الصحه. رفيس حلو 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 لدرجه كبيره. والديسير اللي مقابلنا هذه موس موس الكيوي، الله يبارك في عمرك عايشك وشكون كيف يديروها كيف عايشة. ذوقوا على هي زوج طبقات. هي زوج طبقات، سما هذيك تبقى تبقى الاخرى كيما تبقى اللوكلا. لي كولوغ برك اللي بدلتي فيهم زدت لها شونتي اللي من تحتها البيضاء. دليلة واش رايك في لاموس الوعرة؟ بون ما نحبش هاد الكريم مي صافا مليح. ديسير تاع الكيوي مليح عجبني، انا ما شتيش الكيوي بزاف بصح كليته وعجبني. شونتي واش معاها؟ شونتي معاها الخليط اللي درتو مع الجي، ودرت الجي وبنشا ولا إمام هي تقول بلي كاينه بنه زايده. التحليه اللي دارتها لنا اليوم تاع الكيوي مليحه، الديكور تاعها بيان، مي شويه فيه الدوق تاع النشا زايد شويه برك. نروحوا ان شاء الله وغدوه ما تنساوش العرض هاي عندي بربي ان شاء الله. حابين نعرفوا واش درتي. حتى اليوم نشوفوا الطاطا الله يبارك. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك ان شاء الله. السلام عليكم، عايشك مولاي، عايشك مولاي، يعطيك الصحه ان شاء الله. غدوه ان شاء الله عندك يا ان شاء الله بنتي، ان شاء الله تبقاو على خير في الامان. جهيدة يعطيك الصحة وربي يعطيك ما تمناي. كان منيو شباب بزاف و اون كولور كاع راكم تسناو وقتها لي نوت. نبداو بدليلة بروميير نوت. على هذا نعطيوها علامة 8. بي 8 8 نقاط. إيمان مدلها على العرضة تاع اليوم 7.5. 7.5. ابتهال لا نوت اللي حمدها لك هي 7.5/10. كيف كيف 7.5. كنا عند بنتنا جهيدة، استقبال مليح، الله يبارك، طيبتنا التقاليد تاع قسنطينة فكرتنا بهم، استقبلتنا، فرحت بينا، رحبت بينا، يعطيها الصحة. ان شاء الله تكون العرضة اللي درتها اليوم لضيافي ان شاء الله تكون عجبتهم، وان شاء الله نكون انا الفائزة في عرضة وعليها الكلام ان شاء الله. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا، تبقوا على خير. السلام عليكم.